السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي منى سكيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ مشوية بدون شواية بتتبيلة جديدة ومختلفة شوية، بس إن شاء الله هتعجبكم. وقدمتها مع سلطة الطحينة. انت ممكن تعملي سلطة خضرة، ممكن تقدميها مع مكرونة اللي انت حباه. ويا رب لو الوصفة عجبتك إن شاء الله تعملي لايك تحت الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالي نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه مكوناتها. بصي شكلها ما شاء الله تحفة. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. التوابل بتاعتي ملح وفلفل، كاري، كركم، توم باودر، بصل باودر، قرفة، زنجبيل، بهارات فراخ، بابريكا، زعتر، كزبرة ناشفة، السبع بهارات. التتبيلة دي تحفة جميلة جدا. معايا معلقة صلصة كبيرة، معايا معلقة مستردة كبيرة، كوباية زبادي، طماطم مبشورة، معايا عصير ليمون ومعلقتين خل كبار، دبس الرمان وصوص الباربيكيو. تمام، هنجيب بقى بولة كبيرة ونحط فيها المكونات بتاعتنا. تمام، طبعا الفراخ احنا نقعينها في المحلول بتاعها اللي هو المية مع الخل مع سكر، وحطي معاها معلقة جنزبيل صغيرة. تمام، وهتسيبيها منقوعة في المحلول ده شوية. بيساعد على طراوة الأنسجة بتاعتها، بتبقى طرية كده شوية معاكي وما تشدش. طبعا احنا عارفين ان احنا بنخليها في الفريزر اول ما بنجيبها، ما بنستخدمهاش على طول. هنحط معلقة صغيرة بقى من دبس الرمان. بصي معلقة صغيرة اهي، هي دي اللي انا هحط بيها. وهحط معلقة برضو من صوص الباربيكيو، نفس المعلقة. تمام، اهو، مع معلقتين من العسل الاسود. هحط معلقتين من العسل الاسود. تمام، لو عندك عسل ابيض ممكن تحطي عسل ابيض عادي، هتبقى حلوة قوي برضو. يعني سواء عسل ابيض عسل اسود جميل جدا بصراحة. هنخلطهم مع بعض كويس كده. تمام، وطبعا الفراخ بتاعتنا احنا نقعينها في المحلول وبنعمل فيها تشققات، تمام، او فتحات كده عشان التتبيلة تدخل في الانسجة بتاعتها كويس. وهنجيبها بقى ونحطها في التتبيلة دي. عايزة تسيبيها في التتبيلة تبات، هيبقى يفضل جدا ان هي تبات في التتبيلة. لكن لو انت مستعجلة عليها قوي هنحطها 4 ساعات بس في التتبيلة ونسيبها في التلاجة شوية. ده لو انت مستعجلة عليها. مش مستعجلة يفضل انك تسيبيها تبات في التتبيلة. اهي الفراخ طبعا انا جبتها وعملت فيها فتحات كده زي ما قلتلك. خلاص اهو، وهحط فيها التتبيلة من كل ناحية اهو زي ما حضرتك شايفة معايا كده. هحط فيها التتبيلة من جميع الجوانب. هنسيبها بقى كده في التتبيلة شوية. تمام، وبعدين بقى ايه، هنحطها في الفرن. انا هعملها في الفرن على شبكة الفرن. تمام، طبعا انا عندي الصاجة بتاعت الفرن، هحط فيها 2 كوباية مية او 3 كوبايات مية على حسب. هحط فيها ورق لوري. لو عندك اي توابل بقى تانية حطيها، عايزة تحطي كباب، عايزة تحطي قرنفل، هيبقى جميل جدا وهيدي طعم حلو قوي. تمام، انا هاجي هرصها دلوقتي على شبكة الفرن. دي شبكة تانية غير شبكة الفرن. تمام، برصها ازاي بقى اهو، برصها اول حاجة على الناحية اللي بيبقى فيها الجلد بتاع الفراخ دي، اول حاجة بحطها. تمام، هرصها كويس كده اهو زي ما انتي شايفة كده.
طبعا احنا حاطين الصاجه دي علشان التتبيله والصوص ما يقعش في قلب الفرن، تمام؟ لو خدتي بالك كده هو هيقع شويه. طبعا لو انت مش عندك الصاجه حطي صينيه، تمام. كنت عايزه اقول لك على حاجه كمان، في خطأ انا وقعت فيه فعايزه اقول لك عليه علشان تخلي بالك منه، تمام؟ بصي شكلها بعد ما رصيتها، هسيبها بقى في الفرن كده لمده نص ساعه خلاص، وبعدين هرجع اقلبها. بصي شكلها ده بعد النص ساعه اهي، بصي شكلها ما شاء الله. هقلبها بقى على الناحيه التانيه. الخطأ اللي انا وقعت فيه ايه؟ وانا بقلب الفراخ على الناحيه التانيه، التتبيلة بتاعتي وقعت على مكان الاشتعال، يعني جه منها في مكان الاشتعال، المكان اللي انا بولع منه الفرن، تمام؟ فده عمل نار كده في قلب الفرن، فانا حبيت اقول لك عليها عشان تخلي بالك منه، وتبقي تشدي الصاجه كده لبره شويه علشان الصوص ما يقعش فيها، لان انا طبعا طلعت الشبكه وقلبتها لان الفرن كان سخن، فحبيت اوضحه لك علشان تاخدي بالك منه، تمام؟ بصي شكلها ما شاء الله تحفة، جميلة جدا. طبعا الفراخ المشوية ما تجيبيهاش كبيرة، هاتيها حجمها يبقى صغير، يعني وزنها يبقى صغير مش كبير. بصي شكلها ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن تحفة، جميلة جدا، حلوة قوي. هجيب بقى طبق كده صغير وهحط عليه ورقة فويل وهحط فيهم معلقتين زيت، وكده كده انا حاطة الفحمة على النار، تمام؟ هحط بقى الطبق وهجيب الفحمه. طبعا انا قلت لك الفراخ لما تيجي تجيبيها هتجيبيها ايه؟ صغيره، وزنها صغير، دايما الفراخ بتاعت الشوي دي بيبقى وزنها صغير. بصي بقى هجيب الفحمه اهو دلوقتي وهحطها، تمام؟ بصي تحفه، هغطي بقى عليها بسرعه علشان الريحه دي ما تطلعش. جميله جدا ما شاء الله، كان طعمها خطير. بصي شكل، بصي شكلها هيبقى جميل جدا جدا. انا هغطيها بفوطه الاول، تمام، علشان الدخان ما يطلعش من الصينيه اللي انا حاطه فيها الفراخ. بصي الدخان بيطلع فهحط عليها فوطه اهي، انا غطيتها. بصي بقى هشيل الفحمه بقى منها. بصي ما شاء الله، عايزه اقول لك الريحه جميله جدا، الريحه جميله جدا فعلا. هحطها بقى في طبق التقديم بتاعي خلاص. ولو عجبك الفيديو ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.